السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عادة بسجل الفيديوهات من خلال كامتازيا أو أو بي إس، لكن ساعات ما بيشتغلوش مثلا أو في أي مشكلة وهكذا، فبلجأ لزوم. زوم جميل جدا في التسجيل بالأسلوب العادي خالص، إن أنا بقول له هوم وبفترض إن في ميتنج وبقول له سجل لي الميتنج دوت، فهو بيسجل لي الكاميرا، ممكن يسجل لي شير للشاشة. Recording in progress. هو بدأ تسجيله هو أوتوماتيك، ممكن اقول له اعمل لي شير للسكرين. تمام، اقول له شير سكرين فبيسجل عادي بدون اي مشاكل خالص. تمام، ودي كانت فعلا طريقه وشغاله معايا، والله حتى الان ما فيهاش مشاكل خالص. لكن زوم عملت ميزه جديده، يعني عامل حاجه اضافيه لكده اللي هو كليبس، اللي انا بقول له انا عايز اعمل كرييت كليب. تمام، فبيقول لي اقفل الميتنج اللي شغال دلوقتي، واقول له اعمل كريت كليب، فبيخليك انت تسجل كريت كليب. والكليبات اللي انت هتسجلها دلوقتي تقدر تشيرها مع الناس، او تقدر ان انت تحملها عندك على الجهاز وبعد كده ترفعها على اي موقع انت عايزه. اهو بيقول لي انت هتسجل، عايز تسجل الشاشة كلها ولا جزء منها، عايز تستخدم اني مايك، عايز تستخدم اني كاميرا، السايز اللي انت عايزه، فاقول له ستارت ريكورد فيبدا يسجل. فده يعني لو انت ما عندكش برنامج للتسجيل، ارشح لك ان انت تستخدم زوم بدون اي مشاكل خالص، بدل ما تدور على برنامج تسجله. تمام، طيب ممكن تقول له ستوب فيديو، ممكن تقول له ميوت اوديو، ممكن تقول له بيوز، ممكن تقول له كانسل. تسجلنا 10 ثواني اهو، وبالتالي زوم موجود على اغلب الاجهزه، لان هو بيدي نسخه تجريبيه لو اي حد عايز يعمل ميتنج وهكذا. فبقى موجود، تقدر ان انت تعمل له شير ويبقى موجود على الموقع بتاعهم، او تقدر ان انت تحمله، او تقدر ان انت تعمل لينك، تنسخ اللينك دوت. هو كده كده اصلا موجود على الجهاز بتاعك، فتقدر ان انت تاخده مع الجهاز بتاعك. وفي خاصيه ان انت تقدر تعمل ترم للفيديو، فيبقى عندك كليبات صغيره وهم كلهم هتلاقيهم مسجلين على الجهاز عندك، فتقدر ان انت تحمل اي واحد فيهم.